Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette séance d'aujourd'hui. Toujours dans l'unité 5, parler de ses activités quotidiennes. Aujourd'hui, on va aborder l'étape de « Je comprends le support ». أفهم المحتوى الذي سأبني عليه الدرس. هذا الدرس كما رأينا هو تتمة للحصة السابقة، وهذه الحصة خاصة بتمارين النصوص التي درسناها في الحصة السابقة. Activité 1. النشاط الأول. Je lis attentivement les textes 1 et 2 et je mets une croix dans les cases convenables. أقرأ بانتباه النصين 1 و2 وأضع علامة في الخانات المناسبة. كما ترون عندنا هنا مجموعة من الأنشطة، وهنا ستضعون علامة في الأنشطة الخاصة بمارك وهنا الأنشطة الخاصة بإليز. حاولوا أن تنجزوا هذا التمرين لوحدكم قبل أن نمر إلى التصحيح. Et maintenant passe à la correction. Alors بالنسبة للنشاط الأول se réveiller tôt يعني يستيقظ باكرا. عندنا من خلال النصين مارك وإليز كلاهما فهما يستيقظان باكرا. بالنسبة للنشاط الثاني faire du sport ممارسة الرياضة، يعني أن مارك هو الذي يمارس الرياضة عندما يستيقظ في الصباح وإليز لا تمارس الرياضة. aller au travail يذهب أو الذهاب إلى العمل. عندنا كلا الشخصيتين تذهبان إلى العمل، مارك وإليز أيضا. lire des livres يقرأ الكتب. عندنا في النص مارك هو الذي يقرأ الكتب وهو يأكل، وإليز لم تقل لنا بأنها تقرأ الكتب. préparer les repas في النصين عندنا كلاهما فهما يحضران طعامهما بنفسهما. se reposer يرتاح. عندنا مارك وإليز كلاهما يأخذان قسطا من الراحة. prendre un café يأخذ قهوة. كما ورد في النص الثاني فإليز هي التي تأخذ قهوة مع أصدقائها في العمل ومارك لا يأخذ قهوة. regarder des séries يشاهد أو تشاهد المسلسلات. عندنا في النص الخاص بإليز هي لوحدها التي قالت بأنها تشاهد التلفاز. regarder la télé. et maintenant passe à l'activité 2. je relis le texte 1 et je réponds par vrai ou faux. أعيد قراءة النص الأول وأجيب بصحيح أو خطأ. كما ترون عندنا هنا مجموعة من العبارات، ستعيدون قراءة النص الأول وتجيبون بصحيح أو خطأ. حاولوا أن تنجزوا هذا التمرين لوحدكم قبل أن نمر إلى التصحيح. والآن نمر إلى التصحيح. بالنسبة للعبارة الأولى La journée de Marc commence tôt le matin. يعني يوم مارك يبدأ باكرا في الصباح. وحسب النص فهذا صحيح. وكما ورد في بداية النص Ma journée type démarre à 5h45. يعني مع 5:45 صباحا. نمر إلى العبارة الثانية Il prend une douche avant d'aller faire sa séance de sport. يعني أنه يأخذ دوشا قبل أن يذهب لممارسة حصته في الرياضة، وهذا خاطئ فو، لأنه يأخذ دوشا أبخي يعني بعد ممارسة الرياضة وليس قبل ممارسة الرياضة. La troisième proposition, il prend son petit déjeuner dans son bureau. يعني أنه يأخذ فطوره في مكتبه، وهذا خاطئ لأنه في النص يأخذ فطوره في منزله قبل أن يذهب إلى العمل. La quatrième proposition, à 9h, أضيف هنا accent grave, à 9h, elle est déjà dans son bureau. يعني في 9 صباحا يكون مسبقا في مكتبه، وهذا صحيح لأنه كما ورد في النص قال لنا à 9h je suis au bureau.
La cinquième proposition. Il termine sa journée de travail vers 18 heures. يعني ينهي نهاره في العمل نحو أو حوالي السادسة مساء. وهذا غير صحيح لأنه كما ورد في النص قال لنا Je finis vers 19h30 يعني أنه ينهي عمله مع السابعة والنصف مساء. نمر إلى العبارة السادسة. Elle aime lire pendant les repas. إنه يحب أن يقرأ خلال الوجبات أو خلال الأكل. وهذا صحيح لأنه قال لنا Je mange tranquillement et je lis quelques pages dans mon livre. Et la dernière proposition, il se couche vers minuit. وهذا غير صحيح. يعني أنه قال لنا أنه ينام في منتصف الليل. Minuit يعني منتصف الليل. يعني الثانية عشرة ليلا. وفي النص ورد À 22h15, je m'endors. يعني أنه ينام مع العاشرة وخمسة عشر دقيقة. Et maintenant, on passe à l'activité 3. Je relis les textes 1 et 2 et je relève les habitudes alimentaires de chaque personnage. أعيد قراءة النصين الأول والثاني وأستخرج العادات الغذائية لكل شخصية. عندنا هنا ستستخرجون العادات الغذائية الخاصة بمارك وهنا ستستخرجون العادات الغذائية الخاصة بإليز. حاولوا أن تنجزوا هذا التمرين لوحدكم قبل أن نمر إلى التصحيح. والآن نمر إلى التصحيح. بالنسبة للعادات الغذائية الخاصة بمارك Préparer son petit déjeuner يعني أنه يحضر فطوره. وأيضا Manger tranquillement en lisant des livres يعني أنه يأكل في راحته أو بهدوء وهو يقرأ بعض الصفحات من الكتب. أما العادات الغذائية الخاصة بإليز فهي prendre un café avec les collègues يعني أنها تأخذ قهوة مع أصدقائها في العمل. À midi prendre une pause déjeuner في منتصف النهار تأخذ استراحة من أجل الغذاء. وفي المساء عندما تعود préparer son repas à la maison تحضر أكلها في المنزل. Et maintenant on passe à l'activité 4, النشاط الرابع. Je relis le texte 3 et je réponds à ces questions. أعيد قراءة النص الثالث وأجيب عن هذه الأسئلة. كما ترون عندكم هذه الأسئلة ستقرؤون النص الثالث وتحاولون أن تجيبوا عنها. حاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة قبل أن نمر إلى التصحيح. والآن نمر إلى التصحيح. بالنسبة للسؤال الأول De quelle matière scolaire parlent les deux filles؟ عن أي مادة دراسية تتحدث الفتاتان؟ يعني ندى وآية. Les deux filles parlent de la matière de SVT. الفتاتان تتحدثان عن مادة SVT علوم الحياة والأرض Science de la vie et de la terre. On passe à la deuxième question. Où est-ce qu'on fait les expériences scientifiques? أين ننجز التجارب العلمية؟ الجواب هو On fait les expériences scientifiques au laboratoire. يعني ننجز التجارب العلمية داخل المختبر. La troisième question. Quels sont les outils utilisés par le professeur de Nada? ما هي الأدوات المستعملة من طرف أستاذ ندى؟ كما ورد في النص الإجابة هي Les outils utilisés sont des schémas, des images et des vidéos. الأدوات أو الوسائل المستعملة هي des schémas يعني خطاطات, des images يعني صور توضيحية et des vidéos وأيضا فيديوهات توضيحية. On passe à la dernière question. Quel professeur donne beaucoup de travail à faire aux élèves? من هو الأستاذ
الذي يعطي الكثير من العمل لكي ينجز للتلاميذ، يعني يعطي التمارين والواجبات الدراسية. Le premier ou le deuxième، الأول أو الثاني، حسب النص والجملة الأخيرة في النص. Si le deuxième, le professeur de nada، إنه الأستاذ الثاني، يعني الأستاذ الذي يدرس نادا. والآن نمر إلى المرحلة الأخيرة. Je réagis، يعني أتفاعل، أي سأعطي وأقدم رأيي في هذه المرحلة. Je réagis au texte en répondant oralement aux questions suivantes. أتفاعل مع النصوص مجيبا بشكل شفوي عن الأسئلة التالية. عندنا السؤال الأول. Marc s'endort à 22h45. Et toi, tu dors à quelle heure؟ يعني أن مارك ينام مع 10:45. وأنت في أي ساعة تنام؟ حاولوا أن تجيبوا عن هذا السؤال قبل أن نعطي نموذجا كإجابة عن هذا السؤال. والآن نمر إلى التصحيح. يمكن أن نجيب عن هذا السؤال ونقول Moi, je m'endors à 23h. انا انام مع 11 ليلا. Et maintenant on passe à la deuxième question. Marc mange et lit en même temps. Est-ce que toi aussi tu fais la même chose? يعني ان مارك ياكل ويقرا في نفس الوقت. Est-ce que toi aussi, هل انت ايضا tu fais la même chose, تفعل نفس الشيء؟ حاولوا أن تصيغوا إجابة عن هذا السؤال قبل أن نمر إلى نموذج كإجابة عن هذا السؤال. والآن نمر إلى الإجابة عن هذا السؤال. يمكن أن نجيب بصيغتين، سواء نقول نعم أو لا. إذا أردنا أن نجيب بنعم يمكن أن نقول Oui, moi aussi je fais la même chose que Marc. نعم، أنا أيضا أفعل نفس الشيء مثل مارك. أو يمكن أن نجيب بلا ونقول Non, je ne fais pas la même chose que Marc. Moi, je mange et je regarde la télé en même temps. لا، أنا لا أفعل نفس الشيء مثل مارك. أنا je mange أكل et je regarde la télé وأشاهد التلفاز en même temps في نفس الوقت. بطبيعة الحال يمكنكم أن تعطوا إجابات أخرى مختلفة عن هذا الجواب. والآن نمر إلى السؤال الثالث. Quel est le personnage qui te ressemble le plus؟ من هو الشخصية، يعني من بين هاته الشخصيات مارك، إليز، آيا، إنادا، qui te ressemble، الذي يشبهك أكثر؟ حاولوا أن تجيبوا عن هذا السؤال قبل أن نمر لإعطاء نموذج كإجابة عن هذا السؤال. والآن نمر إلى الإجابة عن هذا السؤال. يمكن أن نجيب بعدة صيغات، من بينها يمكن أن نقول Moi, c'est Marc qui me ressemble le plus. أنا مارك هو الذي يشبهني أكثر. أو يمكن أن نجيب أيضا ونقول Moi, personne ne me ressemble de ces personnages. أنا لا أحد يشبهني من بين هاته الشخصيات. إلى هنا أعزائي تنتهي حصتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء في الحصة القادمة.